أكدت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تمارا الرفاعي أن الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة كارثي للغاية ويتدهور يوما تلو الآخر. وأضافت متحدثة الأونروا أن الكارثة الصحية والغذائية والإنسانية في كل مناطق قطاع غزة ستكون لها تبعات طويلة الأمد، لافتة إلى أن 4 من بين كل 5 عائلات في جنوب قطاع غزة قالوا أنهم أمضوا على الأقل يوما وليلة دون طعام جراء الأزمة الراهنة.